عاطف. ادخلي يا ماما. حضرت لك العشاء، انت من ساعة ما جيت وانت على لحم بطنك، والعيش قربت تدن. فوق لي كده بقى عشان عايزة اتكلم معاك. مش وقته، مش وقته يا ماما. هو ايه اللي مش وقته؟ انت مش عارف غيابك عنا ليلة واحدة عمل فينا ايه؟ انت جيت ونمت، احنا لحد دلوقتي محدش فينا عارف ينام، وابوك حالته تحزن. عاطف يا حبيبي، احنا ملناش غيرك. مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ قول لنا يعني علشان نقدر نقف معاك في شدتك. انا قدامك اهو، ما حصليش اي حاجة. ايوه بس انت مخبي حاجة، وحاجة مش كويسة كمان. قول لنا يا حبيبي ايه هي؟ يعني علشان نعرف اولها ايه واخرها ايه؟ ده احنا اهلك. انا مش عيل صغير عشان الاستجواب بتاعك ده. انا امك. ولو قلت ايه يا عاطف؟ انا كنت في الاسم يا ام، كنت محجوز في الاسم. واحد قدم فيا بلاغ كايدي والحمد لله ربنا نجاني. ايوه مين الواحد ده وعمل كده ليه؟ واحد من الناس المفتريه. سيبيني اهدى يما وان شاء الله انا احكي لك كل حاجه. اللي تشوفه يا ابني. عاطف، ابوك ما قدرش يكمل ليله امبارح، ورجع بالعربيه والبضاعه فيها زي ما هي، والنهارده خرج مش قادر يزق العربيه ورجليه مش قادره تشيله. طب انا اعمل ايه؟ مالك يا عاطف؟ ايه اللي حصل لك في الليله السوداء اللي غبت فيها عن البيت كانك واحد تاني؟ ترى ايه ياما؟ انا دلوقتي بسال سؤال، عايزاني اعمل ايه في العربيه؟ على الاقل عدي على ابوك علشان يشوفك ويطمن عليك. لا مش وقته، انا اعصابي مشدوده ومش عايز يشوفني في الحاله دي. خلاص خش كمل نومك يمكن اعصابك تهدى. لا ياما انا مش هتنايل انام، انا خارج هخرج عشان في ناس لازم اشكرهم على وقفتهم جنبي. خلاص انت حر، اعمل اللي انت عايزه. لا اطمن، القضيه الجلسه الجايه هتكون قصاد دايره محترمه، وهناخد حكم لصالحنا حلو قوي ان شاء الله. اوكي ان شاء الله باذن الله، ما تقلقش. مع الف سلامه. يا صبحي ايه القلق اللي على وشك ده؟ بصراحة ما عرفتش اجيب معلومات كفاية عن الموضوع اللي انت طلبته مني. موضوع ايه؟ اصيلة بالقمصان. مالها؟ اصيلة بالقمصان طلع ليها وريس واحد هو جوزها. جوزها؟ ويطلع مين بسلامته ده بقى واسمه ايه؟ والله المعلومات المتاحة في الموضوع دوت موجودة في قسيمة الجواز اللي مثبتة في المحكمة. هو اسمه عادل حسان سليم المهدي. ويطلع مين ده بالظبط؟ انا بس عايز اسال حضرتك سؤال، انت ليه مهتم بموضوع الخرابه وصاحبه الخرابه وجوز صاحبه الخرابه؟ مش فاهم يعني. عشان انا غاوي خرابات يا صبحي. في يا ابني انا محتاج حته الارض دي. كده فهمت. طب اديني يا سيادتك فرصه تانية وانا اروح اجيب لك قرار جوزها. لا 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 لا، فرصه تانية ولا ثالثه، سيب لنا المهمه دي بقى. انا هخليك تروح تجيب لي واحد هو اللي هيقول لي يطلع مين اللي اسمه عادل حسان سليم المهدي. يوه ده وقته؟ خير يا استاذ؟ في ايه؟ زي ما انت شايف العجله نايمه. ده مسمار، اصل الشوارع دلوقتي كلها مسامير زي ما انت عارف. انت مش معاك استبن؟ ايوه معايا استبن في شنطه العربيه، بس البهدله يا باشا. ولا بهدله ولا حاجه، افتح لي انت الشنطه بس وانا اطلع الاستبن واقوم بكل المهمه. بس انا كده هتعبك يا باشا. تتعبني ايه؟ تعبك راحه. متشكر جدا. عنك انت يا باشا.
خلينا بس نروح للعيال ان شاء الله حتى بكيس جوافة. ماشي يا سيدي. على فكرة العجلة سليمة، لا فيها خرم ولا مسمار. انت عرفت ازاي؟ هو انت كشفت عليها؟ لا، بس انا اللي فضيتها من الهواء اللي فيها. ايه؟ ايه مالك انت خدت كده ليه؟ كان لازم اعمل كده عشان اتكلم معاك كلمتين من غير ما حد يرصدنا ولا حتى ياخد باله. يعني ما كانش ينفع طريقة تانية؟ كده الوضع عادي. عايز ايه؟ عندك بضاعة تتزم. لحمة ولا كبدة ولا وراك ديوك روم؟ دي بضاعة ملناش فيها، محتاجة تلاجات. واحنا البضاعة اللي احنا محتاجينها مش عاوزة تلاجات. الجماعة بتوع لبنان كلموا الإدارة عندنا. والإدارة عايزة تكلمك عشان تخلص معاك. ماشي. ماشي. ظروفك إيه بقى؟ بالنسبة للمواعيد. تقدر تحدد ميعاد دلوقتي؟ عشان أقولك مكان المقابلة. خلاص يبقى بكرة. الظرف ده في مكان المقابلة. طب وبعدين؟ لا حاكم أنا معرفش غير لغاية هنا وبس. طيب أنا متشكر جدا. العفو على إيه؟ ده واجب. سلام عليكم. مع ألف سلامة. أنا عارفة سبب دموعك دي، بس يكون في علمك أنا طيق العامة ولا طيقش أشوف دموع راجل. أنا عشت أسود ليلة في حياتي. حد اتحرش بيك في الاسم؟ بلطجي ابن كلب. حتى لو دخل السجن هجيب أمه. هدومك فضلت عليك ولا اتقلعت؟ لا الحمد لله ما اتقلعتش، بس المحاولة نفسها فيها ذل. يبقى لازم تنسى الموضوع ده من أوله لآخره، والبلطجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقدة في حياتك. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أنتي مديتي إيديكي وأنت شلتيني من جهنم الحمراء. أنت اللي رميت نفسك في جهنم الحمراء يا غبي. أنا حلفت يميني إني أبوس رجلك.